معاناة المسلم البسيط الفقير اللي هو مثلا عايز ياخذ قرض او عايز معاه قرشين ممكن لو 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 وضعهم عنده في البيت او حيروحوا منه، هذا لم نلتفت اليه، وانما التفتنا الى الصراع الفقهي الموجود، وهذا رجل يريد ان يحلل الربا، وهذا رجل يريد مش وتدخلت البنوك والامور مشت في هذا الاتجاه. بس الرأي اللي حضرتك قلته هو أيضا من مظاهر التجديد. نعم، لأنه بيواكب العصر. حتى هذا الرأي الذي كانت تفتي به دار الإفتاء ولا تزال تفتي به دار الإفتاء المصرية غير مقبول في مجامع فقهية أخرى. هذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال. وأنا أعتقد أن ربنا سبحانه وتعالى أن الله سوف يحاسبنا يوم القيامة على هذا الاضطراب الشديد الذي وضعنا فيه المسلم ويعاني منه.